رسول الله توجه إليك بهذه الساعة المباركة، أن تجعلنا من المقبولين، تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتهدنا إلى ما فيه رضاك، واسلك بنا سبيل هداك وتقواك، اللهم اشرح صدورنا، يسر أمورنا، واكشف كروبنا، اللهم اجمع شملنا، يسر أمرنا، واكشف كربنا، اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من شر الحشرات، وكيد الفجار، فارق الليل والنهار، إلا فارق الرب بخير يا رحمن، اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الأيام المباركة، في هذه الساعات المباركة، أن تحفظنا من كل شر من السوء والعذاب، وأن تحفظنا من الزمان والفتنة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يخرج في آخر الزمان رجال يأكلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وفي رواية من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يبتغون أم علي يجتهدون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران، وفي رواية ابن عمر: فبي حلفت لأنكيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران، وهذه الفتنة التي نحن فيها اليوم هي التي تدعو الحليم حيران، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن الأمة الإسلامية، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين، اللهم ارفع سخطك ومقتك عن المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم احد صفوفهم وارفع رايتهم، اجمع كلمتهم يا رب